السلام عليكم. اليوم راح نشوف يعني جانب من الأشغال نتاع الخط السلك الحديدية الذي يربط مدينة توغورت بمدينة حسين مسعود، واللي على امتداد حوالي 150 كيلومتر، واللي نشاهد جانب من هذه الأشغال اللي تعرف وتيرة جيدة حسب أنا أصور، لأنه فيه صعوبات كبيرة في مقاومة الإنذارات اللي تمدها الرياح بتنذر بزحف وتهديد الرمال. إذن في مواجهة هذه يعني العوامل القاسية للطبيعة تستمر الأشغال نتاع خط السلك الحديدية في هذا الاتجاه، ويكون فيه يعني هذه الحياة يعني منذ القدم. الحياة هي دائما صراع ما بين الإنسان والطبيعة، هذا الصراع اللي الهدف تاعه هو تعمير والإثبات نتاع الحياة على الأرض هذه. إذن في هذا الإطار المشاريع هذه في الصحراء تدخل في هذا الإطار، يعني مواجهة العوامل القاسية نتاع الرياح الرملية والزحف تاع الرمال، رغم الإصرار نتاع الإنسان الجزائري على تعمير الجنوب الجزائري. أترككم تتابعون إذن، والسلام عليكم.